توظيف غرغور للفتنة بين طرابلس ومصراتة. نعم اشتغلت بقوة لأن كان يراد الفتنة بين طرابلس ومصراتة، وهذا الآن فضحت الأحداث والأيام. هل أخطأ المفتي في فتواه في تلك الفترة الحساسة؟ مستحيل واحد زيني يقيم الشيخ الصادق، الشيخ الصادق تاج فوق روسنا. أمتى ممكن تختلف مع الشيخ الصادق؟ مستحيل نختلف مع الشيخ الصادق إلى أن أموت. مهما أفتى الشيخ الصادق. كبيرة واجد دكتور. طبعا لا مش كبيرة. هذه المشكلة، هذه الناس مش فاهمة الجزئية هذه يا زينب.